بين كل خير وخير هناك مسافة مرهقة تسمى الابتلاء، مسافة مليئة بالأجر. يختار الله أحب عباده إلى قلبه لكي يأجرهم ويجعل منهم مصدراً للخير والعزيمة. سيدة الياسمين، سيدة العطاء الأبيض، سيدة الضحكات الجميلة، سيدة الصبر والثبات والقوة. لطالما كنت الكتف الذي بكيت عليه الأمهات، والسند الذي سند رجال الأمة وطيب الجراح، والخطوة الأنيقة إلى النور، والحكاية النبيلة في ليالي العتمة. تمردي على حزنك واخرجي منها بكل كبريائك، كما عهدناك كالعنقاء من تحت الرماد. بحمى الرحمن ستهزمين هذا المرض، فكل القلوب تخفق لك بالدعاء. كل شي صار وعم بيصير بتضل الأقوى، انت فرحة كل الناس يا سنينة سوريا. بمنها تعلمنا نصبر على اللي هدمنا، نتحدى الوجع فينا ونحقق أملنا. بمنها كتير صغير كتير قوية. مرحبا، أنا سامر، بنتمنى لك شفاء العاجل وترجع بيناتنا مثل الأول، وإحنا دعمك مثل ما دعمتينا، ونحن بنحبك كتير. إحنا بنحبك كتير ونتمنى لك الشفاء العاجل، مثل ما أنت دعمتينا نحن كمان رح ندعمك. نحن بنتمنى لك الشفاء سيدي أسماء، نحن بنقوا فيك ومنحبك. الله يشافيش وخلص خوية، والله قوية إن شاء الله. طيبين الله يشافيش. أكيد هي قوية وحتضل قوية، وهي فترة وحتمرق، بس ما هي عطول تدعمنا، أكيد كمان إحنا رح ندعمها. فترة هي مو سهلة، بس كمان هي قوية رح تتغلب عليها أكيد. الله يحميها من عمري يعطيها، العاجل. اذا انت قوي زاد انا قويه. ريم، انت ايمت اخر مره شفتي فيها السيده الاولى؟ اخر مره اجت زارتكم هون انت شفتيها؟ شو قالت لك؟ قالت لي صباح الخير، كيفك؟ قالت نتمنى لك شفاء العاجل. مرحبا تالا. اهلا، كيفك؟ منيح. انا سمعت انه لما اجت السيده الاولى لهون بالعيد انت شفتيها، صح؟ صح. شو قالت لك؟ إنه إن شاء الله بتشفي بالشفاء العاجل، وأنا بتمنى لا تشفى. يعني هي لما إيش لهون قوتك وكانت إلك سند. نحن اليوم نعرف إنه السيدة مريضة، فأنتي اليوم شو بتقولي لها؟ بتمنى لها الشفاء العاجل، وهي مو بس السيدة الأولى، هي أمنا. بتمنى إنك ترجع لصحتك تامة وعافيتك، إحنا بنحبك كتير. الله يشفيها ويعافيها، إن شاء الله نحن نشفى بس نكبر تصير نفسيها. خليكي قوية وما في شي بيخوف، عادي يعني. إذا بتصيري قوية تقدر تهزمي للمرض عادي، وإحنا كنا رح نتشافى. الله يشفيكي ويشافينا إن شاء الله يا رب. أنا بحبك كتير. الحرب اللي تحديتوها وكملتوا
هون كان التحدي الأكبر بالنسبة لإلنا كلنا. عودنا عليك إم حني ولادة طم أنتي فرحة كل سوري نفديك بروح ودم. عودنا عليك إم حني ولادة طم أنتي فرحة كل سوري نفديك بروح ودم. كل شي صار وعم فرحة كل الناس ياسمين تسوري.